نظمت المجموعة الإقليمية للذكر الوطني حملة تحسيسية واسعة النطاق بإقليم ولاية شلف لفائدة الشباب الراغبين في الانخراط بصفوف الدرك الوطني. التعريف بمؤسسة الدرك الوطني، إذ نحن اليوم متواجدون بدار الثقافة والفنون بولاية شلف، حيث تم تقديم شروحات كافية حول شروط التجنيد من حيث السن القانوني والمستوى الدراسي، كما تم فتح ورشات مصغرة متمثلة في ورشة لحفظ النظام، ورشة للأمن العمومي، ورشة للتجنيد والشرطة القضائية، ورشة لحفظ النظام، وشاشة عرض لمختلف مهام الدرك الوطني. مؤسسة الدرك الوطني تفتح أبوابها للانخراط ضمن الصفوف، فعلى الشباب الراغبين في الانخراط التقدم إلى مكتب التجنيد بمقر المجموعة من أجل إيداع ملفاتهم. بالنسبة لشروط التجنيد فيما يخص الطلبة ضباط الصف المتعاقدين، السن القانوني من 18 سنة على الأقل إلى غاية 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2023. بالنسبة للمستوى الدراسي، شهادة البكالوريا أو السنة الثالثة ثانوي متممة، هذا فيما يخص ضباط الصف المتعاقدين. أما طلبة الرتبة المتعاقدين فهو مستوى ثانوي. بالنسبة للسن، من 18 سنة على الأقل إلى غاية 22 سنة على الأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2023. أنا في دار الثقافة لولاية شلف، حضرنا في هذا المعرض للتعريف بالدرك الوطني، وإن شاء الله نعرفوا النظام تاعو، واللي يحب يلتحق به ولا راه مفتوحين على مدار العام، وصافي بليزير يديرنا صوالح كيما هكا في ولاية شلف. ومرحبا بك. وهنا جينا للمعرض هنا باش نشوفوا الشروط اللي لازم تكون في الشاب حتى يلتحق بصفوف الدرك الوطني. وهنايا كاين معرض ما شاء الله كما شفنا، يعني كل العتاد والمعدات اللي يحتاجها ولا اللي يستعملها تستعملها فرق الدرك الوطني من أجل الحفاظ على سلامة المواطن. كطالبة جامعية أتيت إلى دار الثقافة لتعرف على شروط التجنيد في صفوف الدرك الوطني، وكان باستقبالنا مجموعة من الجنود للتعريف بشروط الانضمام، فمشكورين على هذا العمل، وبالتوفيق للجميع.